التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية، ونتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل شهره السابع. تجاوزت 5000 صاروخ. These are unconscionable acts. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولاد صغار وبنات صغار. Hamas. Gaza is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. أفادت مصادر فلسطينية بانتشال 8 شهداء من المناطق الشرقية في خان يونس، وأشارت إلى أنه قد تم نقل الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي، ويتواصل انتشال جثامين الشهداء من المدينة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها أمس. يأتي هذا بينما قصفت قوات الاحتلال بلدة خزاعة جنوب خان يونس. شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على منطقتي البراهمة والسلام جنوبي مدينة رفح الفلسطينية وشمالي مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كان جيش الاحتلال قد استهدف في وقت سابق مناطق مختلفة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة النصر شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفته قوات الاحتلال بحي الشجاعية بمدينة غزة، مضيفة أنه ما زال هناك عدد آخر تحت الأنقاض. تنظر محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا تتهم فيها برلين بدعم إسرائيل التي تنتهك بدورها اتفاقية الإبادة الجماعية بحربها في قطاع غزة، وهو ما تنفيه ألمانيا. هذه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعروفة باسم اتفاقية الإبادة الجماعية هي جزء من القانون الدولي، وتهدف اتفاقية 1948 والتي رعتها الأمم المتحدة إلى تطبيق مبدأ عدم وقوع الإبادة الجماعية أبدا. نتابع هذه الجلسة على الهواء مباشرة من لاهاي. وكذلك رئيسا للمحكمة في الأردن، ومن ثم أنضم للعمل في الأمم المتحدة. Après avoir quitté la cour en 2011, M. Al-Qassani est devenu premier ministre dans son pays, fonction qu'il a occupée. State to state and investor state arbitration cases. He has also represented his country. كما مثل بلده في العديد من المؤتمرات والعديد من اللجان فيما يتعلق بالقانون الدولي وتطوير القانون الدولي، وفي 2011 انضم إلى المحكمة
حتى لهذا الموقف، هذا الموقع منذ أبريل من 2011، بالإضافة إلى أنه عمل في جامعة كامبريدج، والآن هو عضو وخبير أكاديمي في القانون الدولي. وأتوجه بالدعوة إلى السيد القاضي القصاونة من أجل أن يتقدم بإعلانه، وأطلب من الحضور الوقوف احتراما للسيد القصاوني. تفضل. إنني أعلن بأنني سأقدم عملي ومحامي كقاضي بكل أمانة وحيادية وبكل ضمير ودون أي شكل من أشكال التحيز. أشكر القاضي الخصاوني على هذا الإعلان. تفضلوا بالجلوس. وإذا تقدم القاضي الخصاوني بهذا الإعلان ليمارس مهامه في هذه القضية الحاضرة أمامكم، وسيكون هناك حديث عن الإجراءات الخاصة في هذه القضية. إذ أنه في مارس، في الأول من مارس، قامت جمهورية نيكاراغوا بتقديم طلب إلى المحكمة من أجل القيام بإجراءات ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاك لالتزاماتها الحاصلة من المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأيضا وفق البروتوكولات الإضافية. وأقتبس هنا المبدأ الأول من القانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى القانون الدولي العام، وهذه وما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة على وجه التحديد قطاع غزة. وترى نيكاراغوا بأن المساهمة السياسية والمالية من ألمانيا لإسرائيل وقطع التمويل عن منظمة الأونروا الخاصة بخدمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن ألمانيا تعمل على تسهيل وتيسير ارتكاب الإبادة الجماعية، وبالتالي يجب منعها من المساعدة في ارتكاب الإبادة الجماعية. هذا ما جاء في طلب نيكاراغوا. كما وبموجب قبول الدولتين اتفاقية الإبادة الجماعية فإنها تنطبق عليهما كليهما، ومن هنا سنقوم بالإجراءات وفق نظام المحكمة وتحديد المادة 73 و74 و75. ونيكاراغوا طلبت من المحكمة أن تنظر في الإجراءات المؤقتة كحالة طارئة في هذه القضية، ومشاركة ألمانيا في دعم الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العام فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة. وسيقرأ زميلنا ما يرتبط بالإجراءات المؤقتة التي طلبتها الجمهورية نيكاراغوا. تفضل سيدي. شكرا جزيلا السيد الرئيس. وأقتبس هنا، أولا ألمانيا ستعمل على تعليق مساعدتها إلى إسرائيل في خاصة المساعدة العسكرية وكذلك المعدات العسكرية، لأن هذه المساعدة تستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية وفي انتهاك أيضا القانون الإنساني الدولي وكافة قواعد القانون الدولي العام، وكذلك انتهاك في حق الشعب الفلسطيني لتقرير المصير ومساعدة في ارتكاب جرائم الفصل العنصري. ألمانيا ستضمن أيضا بأن الأسلحة التي قدمتها إلى إسرائيل سوف لا تستخدم في ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية أو المساهمة في ارتكاب الإبادة الجماعية أو استخدامها على هذا النحو وفي انتهاك القانون الإنساني الدولي. ثالثا، ألمانيا عليها أن تفعل كل ما بوسعها من أجل امتثال الالتزامات الدولية تحت القانون الإنساني الدولي. رابعا، ألمانيا عليها
أن تسحب قرارها بعدم تمويل الأونروا كجزء من امتثالها للالتزامات الدولية التي تحضر المساعدة في انتهاك القانون الدولي وحفاظا على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه وكذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتحديدا لقطاع غزة. خامسا على ألمانيا أن تتعاون بأن يضع حدا لانتهاك إسرائيل القانون الدولي وذلك من خلال وقف مساعدة لإسرائيل وعلى وجه تحديد المعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل والتي تستخدم أو ربما تستخدم في انتهاك للقانون الدولي وارتكاب الجرائم الجماعية وكذلك كعملية إعاقة عمل الأونروا. انتهى الاقتباس. أتقدم بالشكر لك وهناك طبعا الإجراءات المؤقتة وهناك نسخة عن هذه الإجراءات المؤقتة المطلوب اتخاذها فيما يتعلق في ألمانيا ووفق الفصل الأول من المادة 74 فإن نطالب بتطبيق الإجراءات المؤقتة ينطبق على القضية كما ينطبق في القضايا السابقة ويأتي في ظل حالات الطوارئ وضمن الإجراءات التي تكون فيها المحكمة وفقا لطلب الطرفين والمحكمة طبعا وافقت على هذا الطلب المقدم لها منذ شهر أبريل وهناك الوكلاء والممثلين للطرفين في المحكمة وستستمع المحكمة إلى المرافعة التي ستدلي بها نيكاراغوا بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة وسيكون هناك غدا مرافعة لألمانيا أيضا للدفاع عن موقفها وسيكون هناك وقت محدد لكل طرف في جلسة هذا اليوم وكما هو مطلوب ستتقدم نيكاراغوا بمرافعتها وملاحظتها وفق الوقت الممنوح لها وندعو وكيل نيكاراغوا للقيام في ذلك ثم سيكون هناك استراحة ومن ثم النظر بالإجراءات المؤقتة وإمكانية الموافقة عليها وفق ولاية وقواعد المحكمة ووفق ما تحوي القضية من أدلة مقنعة وتوجه بالدعوة إلى ممثل نيكاراغوا تفضل فالوقت لك. السيد الرئيس أعضاء المحكمة صباح الخير. إنه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم لتمثيل نيكاراغوا بناء على التزاماتها وفق المجتمع الدولي ومن أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف ما له من أثر وضرر على أبناء الشعب الفلسطيني والأدلة في القانون واضحة فيما يتعلق في ذلك إذ أن انتهاك القانون الإنساني الدولي وكذلك قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بالإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين إذ ترتكب هذه الجرائم على الأرض بقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين ويتم تصوير هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام الجديد ونشرها إلى العالم وفي ذلك انتهاك للالتزامات الدولية إذ لا
يحق لأي دولة أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم للدولة التي ترتكب مثل هذه الجرائم، ووفق لهذه الالتزامات فلا يوجد طرف ثالث يمكنه التملص منها، وكل الدول مسؤولة عن إيفائها بالالتزامات الدولية المفروضة عليها. السيد الرئيس، إن نيكا راغوا تقدمت إلى المحكمة في هذا الطلب في 9 أبريل ضد الولايات المتحدة في قضية مماثلة قبل سنوات، وهنا استحوذ بعض الالتزامات التي تم الحديث عنها في تلك القضية لتكون مثال على الالتزامات التي أقدمها اليوم بالنيابة عن نيكاراغوا. يجب وقف تقديم أي شكل من أشكال الدعم سواء الذخيرة أو أي شكل من أشكال الأسلحة التي من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على مجموعة بشرية على يد مجموعة بشرية أخرى، و أنهي الاقتباس. وفي هذه القضية تطلب نيكاراغوا أيضا من ألمانيا أن تتوقف عن كافة أشكال الدعم إلى إسرائيل وسبب ما تمارسه الأخيرة من عمل ضد الشعب الفلسطيني، ويأتي ذلك في سياق الالتزامات الدولية وكذلك القواعد القانون الدولي، إذ أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لأبشع صور الإبادة باستخدام الأدوات العسكرية، وانطلاقا من تعاطف شعب وحكومة نيكاراغوا مع الشعب الفلسطيني، تقدمت نيكاراغوا بهذا الطلب المحكمي دفاعا عن فلسطين والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود طويلة تحت وطأة الهجمات العسكرية الإسرائيلية. ويأتي تعاطف الشعب نيكاراغوا مع الشعب الفلسطيني بناء على هذه الحالة، إذ تؤكد نيكاراغوا بأن إسرائيل عليها أن تتوقف عن هذه الإجراءات وأن تعمل أو تنظر إلى ما حدث في التاريخ للشعب اليهودي وعدم تكرار ذلك على الشعوب أخرى. ويجب أن يكون هناك تأكيد أيضا بأن الشعب اليهودي كان ضحية لأعمال النازية وقد حظي بالتعاطف الدولي، وكان هناك وقفة جادة مع الشعب اليهودي، وبالتالي عندما يتعرض الشعب الفلسطيني لمثل هذه الأعمال وهذه الإبادة يجب أن يكون هناك تعاطف، ويجب أن يكون هناك عمل جاد من أجل منع إسرائيل عن الاستمرار بأعمالها ضد الشعب الفلسطيني، تلك الأعمال التي جميعنا نراها على الأرض وتلك المجازر والمذابح التي ترتكب وتبث على الهواء مباشرة. ويجب أن نؤكد هنا بأن هذا الواقع الذي تفرضه إسرائيل يجب أن لا يستمر، وفي نفس الوقت أن الشركات الألمانية التي تقدم المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل وزيادة هذه التصديرات من الأسلحة منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وجميعنا لاحظنا في عام 2003 عندما كان هناك أيضا جلسة للمحكمة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجدار، كان هناك تعريج حول العلاقة الألمانية الإسرائيلية وكمية الأسلحة التي تقدمها الحكومة الألمانية لإسرائيل، وبالتالي يجب أن يكون هناك دراسة للعقود الموقعة بين ألمانيا وإسرائيل
إسرائيل والتي من شأنها أن تضع حياة الكثير من الفلسطينيين للخطر. وعندما نتحدث عن التصنيع العسكري نرى مدى العلاقة بين الشركات الألمانية والإسرائيلية في هذا المجال، وجميعنا نلاحظ المظاهرات والاحتجاجات في العالم ضد ما يرتكب بهذه الإصلاحة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القضية الحالية حقيقة تختلف عن القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. إذن القضية التي قدمت جنوب إفريقيا عرجت على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعملية الإبادة الجماعية لا تكون فيها بحق الشعب الفلسطيني فقط، ولكن هنا نتحدث عن طرف ثالث وهي ألمانيا ومساعدتها لإسرائيل ومسؤولية ألمانيا عن الانتهاكات للالتزامات الدولية والمساعدة في استمرار دوامة العنف في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، وكذلك لقواعد المجتمع الدولي والفشل في أن تحترم التزاماتها فيما يتعلق بمنع أي طرف من ارتكاب الإبادة الجماعية بحق طرف آخر. وهذا واضح في انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والالتزامات التي وافقت عليها على المستوى الدولي والتي سيتم الحديث عنها في إجراءات المحكمة الحالية. سيدي الرئيس، إن مساعدة أي دولة لدولة أخرى في الإبادة الجماعية إنما هو خروج على القانون، وما يحدث اليوم لا يحتاج إلى الكثير من التمحيص، إذ أن المساعدة تعني التحايل على القانون الدولي، وبالتالي المحكمة لابد من أن تعود إلى بعض السوابق، مثلا كما كان هناك قضية بين بريطانيا وألبانيا حول حقول الغام والحكم الذي صدر عن المحكمة في تلك القضية لما كان فيها من خطر على حياة السكان، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تتخذ خطوة واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بين ألمانيا وإسرائيل من حيث الصادرات العسكرية الألمانية بالطريقة التي عملت فيها المحكمة مع موضوع المملكة المتحدة وألبانيا، وذلك انطلاقا من قاعدة حذر أي سلوك من شأنه أن يوقع الضرر على أي طرف، إذ أن مهمة القضاء منع الدول من أن تقوم بأعمال ضارة وانتهاكات من شأنها إيقاع الأذى أي مجموعة بشرية. ومن هنا لابد من التوضيح بأن هناك لجنة دولية شكلت فيما يتعلق في بريطانيا وألبانيا، وبعدما أثبتت انتهاك القانون الدولي كان هناك قرار صدر في تلك القضية، وبالتالي عملية انتهاك القانون الدولي من قبل طرف ثالث وبعد وجود الأدلة ووفق النظام المحكمي، وأقتبس هنا بأن قيام أي دولة بدعم دولة أخرى لانتهاك القانون يعتبر شراكة من قبل الدولة الداعمة لذلك. وأريد أن أؤكد هنا بأن لجنة دولية قد أوضحت بأن المساعدة في انتهاك المعايير والقوانين الدولية وفي معرفة مسبقة لذلك من قبل السلطات المختصة يعني انتهاك تلك السلطات للقانون الدولي بالطريقة التي تنتهك فيها الدولة المنفذة
للانتهاك، وهناك لجنة دولية قد كررت مثل هذه المعادلة القانونية في قضايا سابقة. ومن هنا نرى بأن معرفة ألمانيا حول ما يحدث في فلسطين هذه الأيام وكيف تستخدم الأسلحة التي تقدمها إنما يجعلنا نرى بأن ما جاء على لسان اللجنة الدولية في قضايا سابقة ينطبق على ألمانيا. وهناك طبعا كانت تصريحات صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة في 9 أكتوبر و11 أكتوبر، وكان هناك أيضا تصريحات عن المفوض حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي وتصريحات أخرى حول انتهاكات الواقع بحق القانون الإنساني الدولي وأهمية وقت مثل هذه الانتهاكات. وتم الحديث أيضا عن حجم المتفجرات التي تسقطها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين، تلك هذا الحجم من المتفجرات الذي لم يحصل منذ فترة طويلة في التاريخ في أي بلد آخر. وتستمر العملية حتى يومنا هذا، وهناك الكثير من المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين الذين تحدثوا عن انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وارتكاب إسرائيل لأعمال الإبادة الجماعية وانتهاكها لجوهر القانون الدولي العام. كان هناك أيضا رسائل كثيرة من خبراء دوليين كثر طلبوا من الحكومة البريطانية لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك مجلس حقوق الإنسان الدولي خرج بهذا النداء إلى الدول التي تصدر السلاح إلى إسرائيل. وبالتالي المعرفة المسبقة لدى ألمانيا باستخدام إسرائيل هذا السلاح ضد الفلسطينيين يجعلها مسؤولة عن ذلك. ورأينا في طلب جنوب أفريقيا أمام المحكمة حول قيام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وكذلك علاقة الطرف الثالث. ومن هنا نرى بأن من الواجب على الحكومة الألمانية التوقف عن دعم إسرائيل في السلاح، لأن في ذلك مساعدة لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأيضا كان هناك تصريح من هنا من المحكمة في جلسة جنوب أفريقيا حول أفعال الإبادة الجماعية وأهمية عدم تجاهل ما يحدث على الأرض وأهمية وقف المساعدات العسكرية إلى الدولة التي تقترف مثل هذه الإجراءات. وفي هذه الحالة إسرائيل التي تنتهك الالتزامات الدولية بارتكابها أعمال الإبادة الجماعية، وبالتالي أي طرف ثالث يقدم المساعدة لإسرائيل ولديه الوعي بما تقوم فيه إنما هو مسؤول عن عمله. ومن هنا أرى بأن ألمانيا تساعد إسرائيل في الاستمرار في الإبادة الجماعية في انتهاك واضح للالتزامات الملقى على عاتقها كجزء من المجتمع الدولي وانتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وانتهاكها للقانون الدولي العام والقانون الإنساني العام واتفاقيات جنيفا الرابعة. وهناك الكثير من الانتهاكات أيضا التي توضح بأن عناصر الإبادة الجماعية ترتكب، ونيكاراغوا توضح ذلك
من خلال الاستناد إلى القانون الإنساني الدولي والأحكام الواردة فيه، وكذلك انتهاك الاتفاقيات جنيف التي تحظر إرسال وتوريد الأسلحة إلى القوى المحتلة التي تستخدم السلاح للاستمرار في احتلالها وتخاطر في أمن الشعب الذي يعيش تحت احتلالها، وفي هذه الحالة الشعب الفلسطيني وعلى وجه التحديد قطاع غزة. وأوضح أحد أعضاء المحكمة أيضا في الجلسة السابقة التي قدمت فيها جنوب أفريقيا حول انتهاكات مرتبطة بارتكاب الإبادة الجماعية، وكذلك وجود سياسة التجويع التي تعتبر أيضا جزء من أعمال الإبادة الجماعية والتي تشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات جنيف، وبالتالي مساعدة إسرائيل والصمت من قبل ألمانيا على هذه السياسة إنما هو أيضا انتهاك للقانون الدولي، كما ترى نيكاراغوا في الطلب المقدم لحضرتكم. إن حالة الجوع المنتشرة في قطاع غزة والوضع الكارثي والذي يزداد كارثية بسبب تجميد تمويل الأونروا والتي وافقت ألمانيا على تجميد عملية التمويل، إنما يعني بأنه مشاركة في عملية نشر وتطبيق سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، إذ أن وكالة الأونروا تعمل في فلسطين منذ سنوات طويلة على عمل على تجميد أنشطتها، إنما هو إسهام في سياسة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة واستهداف إسرائيل للعاملين في المساعدات الإنسانية، إذ أن إسرائيل متهمة باستهداف عدد كبير من العاملين الإنسانيين وتحديدا العاملين في منظمة الأونروا. ومن هنا إن تجميد تمويل الأونروا إنما هو يساعد في إنفاذ سياسة إسرائيل اتجاه هذه الوكالة، وتجاهل واضح أيضا للتصريحات التي صدرت عن شخصيات دولية كثيرة بأن سياسة التجويع إنما هي إسهام في إتمام عملية الإبادة الجماعية التي تقوم فيها إسرائيل. والأكثر من ذلك أيضا فإن ألمانيا وبشكل صادم وافقت على تجميد تمويلها لمنظمة الأونروا في قطاع غزة، وبالتالي شل المساعدات الإنسانية الواجب تقديمها للشعب الفلسطيني. وهنا نرى بأنه فرصة لمناشدة المحكمة من أجل تحميل ألمانيا مسؤولية انتهاكات الالتزامات الدولية كما هو واضح في الطلب الموجود بين أيديكم، وهناك الأدلة التي توضح وتثبت ما هو موجود في هذا الطلب دون أن يكون لدى ألمانيا أي مبرر للاستمرار في دعم إسرائيل للاستمرار في هذا العمل. ونتوقع من ألمانيا أن تتوقف عن ذلك لوعيها بالنتائج والتبعات القانونية لاستمرارها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأيضا معالجة القضايا الواردة في الطلب والتي تحدث فيها رئيس المحكمة في بداية الجلسة.
إذ أن ألمانيا تستمر في دعم انتهاك القانون الدولي من قبل إسرائيل ومستخدمة حق الدفاع عن النفس كمبرر لذلك، وذلك خلافا لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشق القانوني. وهناك قانون الحرب والأنظمة الخاصة في الحرب والتي تعمل على حث الدول بأخذ كافة الإجراء اللازم لعدم إيقاع الأذى بالمدنيين أثناء الحرب وضمان الأمن العام والسلامة العامة للمدنيين وتوفير الحماية لهم والخروج عن ذلك، إنما هو انتهاك لقانون الحرب وكذلك للقواعد العامة للقانون الدولي، وهذه من الخطوط العريضة المتعارف عليها والتي وبناء عليها يرفض أي تبرير أو تسويغ لتوريد الأسلحة التي من شأنها المساهمة في انتهاك القانون الدولي تحت ذريعة الدفاع عن النفس. والبعض يرى بأن إسرائيل ترى ضرورة في استخدامها للقوة العسكرية وكتبرير لدعم الدول العظمى في العالم لها بالسلاح، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لألمانيا، ويبررون هذا الدعم بأنه لتدافع عن نفسها من الخطر الإيراني كما يرون ومن جيرانها في الإقليم. ولكن هناك أدلة تفند كل هذه المبررات. وأخيرا فللشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وأن يناضل ويقاوم الاحتلال الأجنبي من أجل إنفاذ حقه في تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشق الخاص فيه في العلاقات بين الدول والشعوب وكذلك معايير القانون الدولي وتحديدا الفصل الرابع من المادة الأولى والبروتوكول الخاص في ذلك، الذي لا يرى بأنه لا يمكن إبادة الشعب تحت ذريعة الحق في الدفاع عن النفس. وأيضا ما حدث بعد 7 أكتوبر حتى الآن يستخدم 7 أكتوبر كمبرر له، ولكن من المهم أن نعرج أو أن نوضح هنا بأن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود طويلة ولم تبدأ المأساة الفلسطينية في 7 أكتوبر. وإذا ما عدنا إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، هناك تصريحات واضحة حول حق الشعب الفلسطيني في السيادة وفي تقرير المصير، وكان هناك في 2021 خطاب في الأمم المتحدة وقال الأمين العام بأنه إذا كان هناك جهنم فجهنم موجودة في قطاع غزة، جهنم التي يحيا فيها أبناء وأطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا خطاب صدر في 2021 كدليل على معاناة الفلسطينيين، إذ أن الأمر لم يبدأ في 7 أكتوبر، إذ أن أجيال تتربى في فلسطين اليوم دون أن يكون لها مستقبل واضح. وهذه القضية أمام المحكمة إنما هي فرصة لكسر دائرة العنف ووقف دعم الألماني لإسرائيل في السلاح
وتغيير مسار التاريخ. أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس وإلى أعضاء المحكمة، وشكرا جزيلا. أتوجه بالشكر لممثل نيكاراغوا، المحامي الذي سيرافع عن قضية نيكاراغوا، السيد الرئيس، أعضاء المحكمة الموقرون. قد بيّن زميلي بعض الأدلة والحقائق التي تتقدم فيها نيكاراغوا فيما يتعلق بالقضية الموجودة بين أيديكم، ولابد من التركيز على هذه الحقائق وهذه الأدلة، إذ أن نيكاراغوا قد أوضحت في الطلب التي قدمته لكم سبب تقديم هذه القضية، إذ أن ومنذ تقديم ذلك الطلب ساء الوضع في الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر، وأصبح هناك ضرورة أكثر للنظر في مثل هذه القضية، إذ أن الوضع لم يعد محتمل على الإطلاق في قطاع غزة، ونرى الأطفال والرجال والنساء في قطاع غزة وما يحدث لهم، وكذلك في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يتعرضون للكثير من المآسي، وظروف الحياة للشعب الفلسطيني لم تعد تحتمل وأصبحت كارثية، خاصة بسبب الأحداث الأخذة بالتصاعد كل يوم في قطاع غزة. والمحكمة أقرت في جلسات سابقة بأن هناك انتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني وتعرضه للإبادة الجماعية، أو أنه أصبح على حافة التعرض للإبادة. إذن مشاهدينا، كنا نتابع هذه الجلسة المباشرة من لاهاي لمحكمة العدل الدولية، حيث تعقد جلسة استماع اليوم غدا لدعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، تتهم فيها برلين بتسهيل الإبادة الجماعية من خلال دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا. طلبت نيكاراغوا المحكمة في هذه الدعوى في المرافعة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. كانت ألمانيا قد ردت في على هذه الاتهامات قبل هذه الجلسة على لسان الناطق باسم الخارجية، والذي قال إن برلين ترفض هذه الاتهامات. وربما نتابع المرافعات من قبل ممثلين الألمان أيضا خلال هذه الجلسات. في الملف المقدم والمكون من 43 صفحة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والموقعة في عام 1948، وليست فقط الدول ملزمة من خلال هذه الاتفاقية بعدم الممارسة للإبادة الجماعية، ولكن أيضا هناك مسؤولية من خلال هذه الاتفاقية لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية، والتي تشير نيكاراغوا أيضا بأن ألمانيا تنتهك هذه البنود من الاتفاقية. أيضا هناك انتهاك لاتفاقية جنيف 1949، والتي أو تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالات الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، إضافة لحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. آخر نقطة أيضا أشار إليها ممثل نيكاراغوا بأن الملف يتناول أيضا أن ألمانيا تسهل عملية ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال وقف تمويل الأونروا. لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة وهذا الملف، ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد أحمد. ويعني من خلال متابعة هذه الجلسة في أعقاب الحرب واستمرار العدوان على قطاع غزة، وأيضا في أعقاب الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا، الآن نيكاراغوا تطالب محكمة العدل الدولية بإلزام الدول الداعمة لإسرائيل بتحمل المسؤولية من خلال الاتفاقات الموقع عليها 1948، اتفاقية الإبادة الجماعية، وأيضا اتفاقية جنيف 1949. كيف يؤثر كل ذلك على الجهود الدبلوماسية والسياسية وأيضا على الأوضاع في قطاع غزة؟
تحياتي لك ولكافة المشاهدين. يعني في حقيقة الأمر بأن هذه الدعوة ميزها أمر في غاية الأهمية، وهو الإشارة بشكل واضح إلى ارتكاب إسرائيل مجازر جماعية، وهذا تهي وإن كانت الدعوة موجهة ضد ألمانيا من أجل وقف أولا الدعم العسكري وإلزام كذلك ألمانيا بإعادة تقديم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنها تتحدث وبصراحة عن ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية، وبهذا يعتبر توطئة وتهيئة مستقبلا لتقديم دعاوى إسرائيل بسبب أو بتهمة ارتكاب جرائم جماعية. المسألة الأخرى التي هي لفتت انتباهي في هذه المداخلة هي المرور على البنود التي ليست فقط ملزمة للدول بعدم ارتكاب وإنما جرائم، وإنما كذلك مساعدة الدول. إذن ألمانيا هي بشكل مباشر لم تقترف ذنبا حقيقة في المجتمع الفلسطيني أو بالدولة الفلسطينية، ولكن هناك مساعدة، وهذه البنود الواضحة والصريحة التي بيّنها القانون الدولي منذ أكثر من 70 عاما اليوم نحن حقيقة بأمس الحاجة لها. إذن هناك مجموعة نقاط، أولا الإلزام ألمانيا أو المطالبة بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، والذهاب إلى إسرائيل بقفزة باعتبار بأن إسرائيل هي على أرض الواقع ترتكب جرائم جماعية وجرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني. نعم سيد أحمد، يعني ربما جاءت توصيات من محكمة العدل الدولية سابقا في أعقاب رفع جنوب إفريقيا لي أيضا الدعوة التي تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هل ربما تشهد هذه الجلسة أيضا توصيات غير ملزمة بالنسبة لإسرائيل، وكيف يتعامل المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لأن الدعوة الآن ترفع ضد دول داعمة وليست دول متواطئة بشكل مباشر؟ نعم، هو في حقيقة الأمر بأنه هذا يشكل حصارا عسكريا على إسرائيل، إضافة طبعا إلى الدول التي هي بالأساس يعني اتخذت موقف مسبقا، فهذه الدعوات تشكل أشبه بحصار اقتصادي وعسكري على إسرائيل. ولكن المسألة الأهم وهي بأن هذا التحول الدولي وإن كان بطيئا، ونحن دائما نأتي على ذكر مصطلح البطيء، وإن كان بطيئا إلا أنه هام وهام جدا، وإن جاء متأخر إلا أنه كذلك هام وهام جدا، وبالتالي هذا التحول في المواقف الدولية وهذا الذهاب إلى المؤسسات القضائية والقانونية الدولية هو مؤشر على بداية صحوة بالضمير العالمي، إن كان ذلك من جنوب أفريقيا سابقا أو اليوم من نيكاراغوا، وبالتالي هذه الكرة التي تدحرج الآن باعتقادي لها دور كبير وفاعل في التأثير على السياسات الخارجية للدول الداعمة لإسرائيل، إضافة على صانع القرار في إسرائيل. وهنا نذهب بالثنائية إلى إسرائيل والولايات المتحدة، باعتقادي بأن التحول الكبير في موقف الإدارة الأمريكية والقيادة الأمريكية بعد الدعوة التي قدمتها ورفعتها جنوب أفريقيا كان ملموسا واضحا ونلمس أثاره اليوم، وإن كان لا يمس الجوهر الذي يربط علاقة إسرائيل وينظم علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة وينظم الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، ولكن هناك حقيقة تحول ملموس ممكن لأي متبع للساحة الدولية أن يلمسه وأن يشاهده واقعا على الأرض. اليوم نحن في خضم مواجهات تفاوضية في القاهرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وقف هذا العدوان. المحكمة التي والدعوات التي رفعت منذ أسابيع وأشهر لها دور ودور كبير، إذ أن الساحة الدولية لو تركت للطرفين الأمريكي والإسرائيلي باعتقادي لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم من حالة حراك دولي إضافة إلى حالة حراك داخلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولا يمكن لأحد أن ينكر اليوم الضغط الأمريكي الكبير الممارس على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إن كان ذلك خشية على مصالحها أو خشية من المحاكمات مستقبلا ورفع دعاوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه الثمار التي نحن اليوم بصدد جنيها هي نتاج طبيعي لهذه الدعوات، وباعتقادي الخطوة اليوم التي قدمتها نيكاراغوا والتي خططتها اليوم هي مهمة جدا، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة
في حقل القضاء والقانون الدولي. كيف تتوقع الرد الإسرائيلي على هذه الجلسات؟ يعني كان هناك رد إسرائيلي على الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا والاتهامات التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترفض كل هذه الاتهامات، وأيضا قالت إسرائيل بأنها بالفعل أرسلت التقرير الذي أوصت به محكمة العدل الدولية لمتابعة التدابير والإجراءات التي كانت يجب أن تتخذها لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ماذا سيكون الموقف الآن؟ يعني سيد أحمد، حقيقة هل تسمعني؟ فعل الكاميرا. نعم أسمعك جيدا. نعم تفضل سيد. باعتقادي بأنه لم يعد في إسرائيل، لم يعد بجعبة إسرائيل الكثير من الروايات لكي تقدمها للعالم، وبالتالي إن كان ذلك منذ اليوم الأول للعدوان أو مجزرة مستشفى المعمدان التي وقعت في 17 من أكتوبر أو مجزرة مستشفى الشفاء التي وقعت قبل أيام، جميعها إضافة إلى عشرات المجازر هي ليست بحاجة لبراهين ولا إثباتات، وكما تفضل وقدم ذلك المندوب بنيكاراغوا وممثلها حين قال بأنه الدلائل واضحة ولا تحتاج إلى إثباتات لإدانة إسرائيل بشكل مباشر بجرائم حرب. وبالتالي الآن إسرائيل وكأنني أصيغ بيان الخارجية الإسرائيلية يقول بأن هذا محض افتراء وكذب، ولقد وجهنا بعملية كبيرة في 7 من أكتوبر. الدباجة والرواية الإسرائيلية هي إلى حد ما تحافظ على نفس المستوى من الدنيا ومن الوضاعة. نعم. والركاكة والضعف في الصياغة والتقديم. نعم، من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا للمتابعة، كنت معكم كريم حاتم، إلى اللقاء.